السلام عليكم ورحمة الله. أم كاتتان باش خوين كان أني عزيز جاركي ترو لا وانيكي نويدا بيتان أقموا بو شرح كردنو رافا كردني بابتكاني عربي بولي ينظيمي آمادي ك أمرو بابتي أمرو مان بريتيا لبابتي كي رزماني وقواعدي كضوابط اللغية كوتا بابتي وحدي كمال عربي بولي يانزا جا وكوتم امرو بابتا كمان كبابتي كي نحوية ياخد بابتي كي قواعدية كضوابط اللغية بابتي امرو مان بناوي نعنشاني بابتا كا طبعا بناوي العطف عطف زور برجو مان اكيويو بابتي كي بابلين او الروجانه ما اي بيستينو جمع لي ابيو حروف عطف وانا امرو با تم على بر بابتي كان بابتي كي سريكي بولي انزيا امرو با دو دريجي باس لا بابتي كا اكين وكو لكتي بك يا هاتو انا ما وزشتي زياده باز بكري وهمان شي وجنا ما ويل باستي بابتي كا كم كينوا بابتك تقاعد وكو تشون لمنهجي بولي يانزي ما بهردو بشكي زانسي ويجي تشون ليرا هاتوا ايماش وكو خوي باسي اكين طبعا بيشكي تشان جمليه كي داوا دسبيه كي بابتك ام همو جمليه داوا ايما جمله كان اخرين ورستكان رافو شيكار اكين بوتانو باشان اتشين سر استنتاجي بابتك كاميا استنتاجك هموي باس اكين بجواني طبعا استنتاجك هروانيا دو توزي لقل حروف عطف كان شي همو باس كدوا دس بيكي بابتك وكوتم سرتا ألاحظوا ثم استنتجوا تيبيني اكنو باش تيبيني اكمو باش انا معنى بدس اهينم طبعا الانجامي تيبيني كدنا مروف اشتي دس اخا بو همو دس بيكي بابتك ريزمانيا كان بتايبتي ام عبارات چندین جار دوباره بوتوا للجمله كما عليه سافر نوزاد وعادل طبعا وكوتم اما دسبيكي بابتك يا شرح كدني بابتك لاستنتاجك يا ما همجر لخوان دنگا كان شما حب وشوي او اغين سرت اما دسبيكي بابتك يا بووي سرنجي توي تاريخ انت كان راب كيشين ودواتر دز با شرح بابتك اكين اما تنها بوچن ناو بابتك او دسبيه بابتك اجينا خو اجينا سما طلب خوش يتواني ما بخينا تو سافر انا وزاد وعادل وواك بفوند كي سور نسرا و طلب خوش يتواني ما بخينا تو والله من خير مو كنت معنا مساله تاعك وباشان استنتاجك همو بتشري بابتك لا يشرح اكين ولاحظوا واستنتجوا اولا سافر انا وزاد وعادل علي انه زاد عادل بيكا وسفر يعني اگر سيدي اما بكين واو كليرا باوكو تم بفونتكي سور نسرا وجاواز بو ويسرنجي خنت كارو قتابي راك يشلت ام واو استا حرف عطفة بويا بابتك ما بناوي عطفة ويا طبعا حروف عطفي زورن اما دواتر وكو تم استنتاج اتشين السيو هر هموي رافو شيكار اكاين بوتان سافر نو ثانيا سافر نوزاد فعادل استا ام حرف عطفة بوبا فاء هرواونية استا بوبا فاء علي سافر نوزاد فعادل اجتهدت فنجحت طبعا ما هر واتا كرديكي سافر نوزاد فعادل طبعا جاوزتر للجملة يكم علي نوزاد يكما وثمان نوزاد وعادل بيكا والسفر يانكر بلام رستين دوام سافر نوزاد نوزاد سفري كرت فعادل فاشان عادل ما ويكي كرت لنيوان يعني طبعا دواتر همي لحروف عطفة همي واتكانشي طبعا دا ولكتابك اجتهدت هولم دا كوششم كرت فنجحت فاشان ناجح بمو درچو زرع الفلاح الأرض جوتياركا زبيكي كيلا ثم حصدها باشان بروبو مكي تشنيا ويستا بو نمونا ياخد دريوينيك أما يستا ثم هاتوها واتا
مدەتێکی زەمەنی زۆر کەوتەنێوان جوتیارەکە زەویەکەی کێڵا پاشان واتە مدەتێکی زەمەنی ئەو پاشانە لێراوەکو کوردیەکە نییە، یعنی هەر یەکسەر بڵێن پاشان ئەوە یەکسەر شتەکە بەدوایان بێ، ئەمە مدەتێکی زەمەنیە. لە عەرەبیە نابێ بڵێن زرع الفلاح الأرض فحصدها يا وحصدها، يعني منابي غلطه چونك ف ثم جاوز لقال ف، يعني ف جاوز لقال ثم يا باشا. دينا سر جملي كيتر جاء الناس حتى الأغنياء مروفا كان خلق كان بابلين برسيبون حتى الأغنياء تنانت دولمان دكانش، حتى أمليرا حرف عطفة ثم حرف عطفة ف واو أمعنى حرف عطف. أكلت السمكة حتى رأس علي ماسيا كم خوات تاوكو أنت تا أنت زي سري، يعني سري جيجل سري ماسيا كم أمليرا حتى باش. ابقى هنا أو ارحل ليرا بمينا رواه او باشان عفوا يان برو ليرا بمعنى روا ياخذ برو ليرا كلمه واوي بكار او بكار هنا و واتا اما او او يستا حرف عطفه او حرف هي عطفه كوتت يوان ابقى هنا كوتت يوان دوب جارد ليرا بمعنى روا ياخذ برو. هم اربعه او خمسه اوان شواربون يان بينج. الكلمة اسم أو حرف أو أو فعل أو حرف. طبعا لما تقسيم كلمة لزمان عربية، كلمة لزمان عربية ياخذ اسم ناوة، ياخذ فعل كردارة فرمانة، ياخذ حرف، ياخذ ما بس حروف جرة. طبعا حرف جر كلمة العربية أمعنى وكوتم أمانة استعوانيك بفونتي سور أقل تستماشان كتير بكد ياخد ليرة سيكي لقل مانا بوشي ويا معنى همي حرفي عطفا. ألي أنت المعلم أم جارك؟ تو ما مستعي ياخد دراسي أكد ياخد أم استا أما رستيكي استفهامية وجمليكي استفهامية ورستيكي برسا. ما نجح المهمل بل المجتهد او کسی که ناخوین یو گیب وانا کانی ناداو وانا کانی پشت گوی اخا ناجح نبوه در نچوا بل المجتهدو بلکو او کسی که کوشش اکا و هول داو تی اکوشیه او کسی در چوا. لما يسافر التلاميذ لكن لم عفوا لم يسافر التلاميذ لكن معلمهم ما قتاب يكان سفريا نكرد بلکو ما وصع كان يعني بلكو لكن أو لكن. يحترم الناس العاملة لا الكسو مروف رز لكي أجري كريا كار لا كسون نك كسي تنبال. لين سر ألم تتوسط الأحرف الملونة بين التابع والمتبوع على آية او حرفانی که با فونتی که سورو یا خود رنگا و رنگ و جاواستر آیا نکوتن یوان تابع و متبوع و تابع چی و متبوع چی است؟ اچی نسلی هر هموی الم یسر الى تابع و اعراب المتبوع رفعا و نصبا و جرا علی آیا تابع اعراب متبوع نیا لرفع و نصب و جرا اما لبابتی نعتا مشمان باسکر و تمان بو پی او تری تابع ونعت هيك كلا تابع كان يسا عطفش تابعتي تابعة ياخد توابعة سربع عطف نعت عطف توكيد واني دواتر همي باس اكريو لا درس كان اين ديا بتيك را همي اتشوار بابتا بتيك را يسا دو بابتي ما ان بردوا ابين دو بابتي ديك امينة ونعم بابتا كان يسا كاتي نيا بين بابتي كي تازه تر بو تلبا باز بکینو بو شوی با متکان تیا کل بکات. ماذا تسمی هذه الاحرف علی ام پی تانی که طبعا به ملوانی کلاو بو شوی به فونتی سور کلاو تاکو سروا علی ام حرفانه پیان او تریت چی تا
طبعا استنتاج قال لك تي بكي ابم شوي درا و اي ما هاتوين بشوي بشوي كي باشتر بشوي كي رونتر يا مرون مان كردو تو بو اوي كتاب يعني خوين كاران بابتك بباشي تي بغن و هروها اي ما نالين لك تي بكي باشترين بلام الرون كردنا و كمان ياخد باشتر لك تي بكي رون مان كردو تو ياخو اي ما يشهر لا كتابك بمصدر ده يعني نو وكل سرتاو بكار مال هي ناوه نو وكل سرتاي شاوتم نامه شتي زياده بو خند كار باز بكري چونك شتي زياده مال باز كت بابتك زور الو سبي ام جا خند كار اما خو استا بش عربي نيه بلين ولا اما بيوسي بي زانيه راسه بيوسي بي زانيه بلا ولا اندازي او منهجي كبو تلبو خند كار و قطابيان دان راو نك شتي تر استا اگر خوێندکار بەشی عەرەبی بوایە ئەمانەت ئەمە قەید چکات و بەسبەی تەخەڕوج ئەکا یاخود لە زانکۆ بەشی عەرەبی تەواو کردووە ئەبێ ئەمانە بزانێ بەڵام پێویست ناکا ئێمە چکە مەنهەجە لە ئەوەی کە لە مەنهەجە هاتووە ئەم خوێندکارە ئەم قوتابیە ئەیەوێت دەرچێ ئەیەوێت دەرەجە بهێنێ و دەرچێ مجەڕەد ئەوەیە ئیتر ئەگی نا ئەگەر قەید چەکە خۆشی حەزی لە عەرەبی کرد ئەوە خۆی ئەتوانێ خۆی پەرە بابەتەکانی تر بدەین لە لایەنی تر زۆرە بارها بابەتەکە زۆر ئیتاڵە و درێژە پێ نەدەین استنتاجك يا مرة فأكينو دواتر معطوف عليه وحرف عطف معطوفش هموي دزنيشانو زياتر دزني يعني بونمنار رون كدنا وزيادة الأدنسي بارحال العطف عطف تشيا أن يتوسط بين التابع والمتبوع أكويتا يوان تشيوا تابع متبوع يعني تشي تابع لا يمل لا نعتا بردمان وتمان تابع بيش نعتك أكوية وهروها أكويتا نيوانا كوت مان تشي معطوف معطوف عليه يعني تشي معطوف معطوف عليه يعني تشي استهام يبازكين أحد أعرف الأحرف العطفي بكل دقي إما حرف عطف معناه أكويتا نيوان معطوف عليه استهام الليران نوزاد معطوف عليه بمشي ويا سافر نوزاد وعادل نوزاد شيا معطوف عليه هي اي عادل تشيا عادل معطوفة يا باشا او اكويت النيوان معطوف عليه معطوف عليه ومعطوف بي او تري تشي بي او تري حرف عطف لرا عملي حروف عطف حروف جمع عطفة حروف جمع مفردة اي حرفة كابو استا نيوان معطوف عليه ومعطوف يا ما تشي معناه حرف عطف هر جمله يك لماني لا يخوار او بيغات وسيك تشون خو منو سي ما جام بيك معطوف عليه دي سرتها سرتها شي دي معطوف عليه رنگ ما مسال كتاب خانه كتل ام عاد يك تداي شي دي بكابلي معطوف عليه دركه كما معطوف عليه يا ما وتمان بيش حرف عطف دي استنى وزاد معطوف عليه اجتهدت معطوف عليه بيكو باشا كام معطوفة عادل فأكنا عادل فنجحتنا نجحت أو فأح حرف عطف ب ب بمعطوفة كول كاوا جابويا وكو دوباري أكمو أم هيم أم ها ها هي هاو كي شيء بابلين أبي بزان سرتها معطوف عليه دي كأكويتا بيش حرف عطف كوا واروها حرف عطف أكويتا نيوان معطوف عليه ومعطوف اما ابي زور زور جرينجا وبيزاني جابويا ابيني للجمله كما علي سافر نوزاد وعادل وكوتشون الاحظ واستنتج فريند معنا واما جمان بيكر بوشيويا ام جمله دوبارا بلام اما بشيوازي كتير هنا ومعنا الجمله سي ما علي اجتهدت فنجحت كابو اجتهدت فنجحت بمشي ويا عليه كوششم كردو باشا ناجح بوم سركوتم بويا حرف عطف كلي را كاميا فا اجتهدت تشيا معطوف عليه نجحت تشيا نجحت معطوفة زرع الفلاح الأرض ثم حصدها يستا أرض تشيا أرض معطوف عليه ثم جيا حرف عطفة حصدها جيا حصدهاش معطوفة وكوتم أمها وكشيا بجواني بينو سلا إخوتان ياخد بجواني بيخوين شون كوكوتم
لهنيه لها برسالة كان الرنغة ما وصابلي زرع الفلاح خد كشتين الأرض ثم حصدها بلي ما تحت وخط شيا يعني رنغة ما وصابلي أويك ختي لجيرايا كأرض ياخد حصدها مرزية الأرض بونمونا بلي أمتشيا تو أو كانت علي أوي بيش معطوف دي أوي بي عفوا حرف عطف معني أوي بيش ها حرف عطف كديتشيا معطوف عليه أوي دواي حرف عطف كديتشيا معطوفة جملة كاني در هتاكو كوتاي بمشي ويا نامي يشكو مع مخيندو مع المخيندو هر هموي بوشي ويا تاني أبيني هر بو زنيري هموتان أوي باكراوند دو خلفي نوسينا كان بالصوص دانا وهتاكو كوتاي جملة كان بجواني سيري كان هتاكو كوتاي أما معطوف عليه هي أوي بخلفيته باكراوند دي فونتا كان با شين دانا ورن كردو أو هر هموي معطوفة وهر وها رونيشا أوي باكراوند يكي ورديو بوشي ويمان بيد داوا فونتك خوي بسور نوسي ومانو باك جراوند كي رنجي كي وردي ورنج بوشي ويا تانية او هموي حرف عطفة جابوه دوباره اكمو اماوكو نامه زور زور لو زياتر بابتك درو دريجة بيبدي طبعا شرح كان بشيوازي كي تر دا انينو دوباره ياخد رافع اكينو عليه فيسري إلى التابع إعراب المتبوع له المتبوع رفعا أو نصبا أو جرا ألي تابع كمعروفة تابع يستابون من عامل وكسول بون من لم جملة أليلة ياخذ ناس لقل أخنياء ياخذ خيرا أو أصبا بون من ليرا يستا عامل متبوعة كسول تابعة أغنياء تابعة لقصم تابعة رونا عمل بابتي النعتة دوباره مع كدتو طبعا رونا أم بابتك هرتشوار بابتك يا بوانمونا بوينا ونراو التابع لسرتها شو مع ما جمان بيكلوا لبابتي بيشو تريشا هروتمان يجي عربيان هي واتا يجي عربيان هي شون أجر متبوعك أجر متبوعك مرفوع بو تابع به مرفوع به يعني بون من أجر معطوف عليه استا بون من معطوف عليه هل إعرابي يبو مش بمشي ويتها بارحل إلا ذات الإعراب ولا حر لأنواع حروف كان أتوين ذات الرون كرنوي ذات رجل سليم بدين نام الولد ولد وابنه سيكا نام الولد وابنه مرفوع الولد لبروا معطوف عليه هي ابنه تشيا ابنه معطوفة أي واو كتشيا واو كحرف عطفة الولد وابنه أما ها الراسة بمشي وابن هو راسة على أوها الضميرة أقل سيدي رأيت الولد وابنه بمشي ويا يا ما يستا وابن أقل بمشي ويا بكين يستا سيدي كان بمشي ويا هات بلام لبر ضميرك بوتا وابنه تحدثت عن الولد عن ولدي وابنه او ها الضمير وكو جملة كيف يشوترا يعني لروي مع علامات اعرابي واجر مرفوع بو معطوف عليه ابي معطوف كيش مرفوع به اروها اجر منصوب بو ابي امش منصوب به وهروها اجر معطوف مجرور بو أبي معطوف عليه مجرور بو أبي معطوف فكيش بها ماشية ومجرور به دينا سر حروف عطف حروف عطف لزمان عربية اللي ران نوع دانا هاتوا اللي نوع دانا تسعة الواو الفاء ثم حتى أو أم بل لكن لا أمانا أبي طلبة بيزاني ام نوع حرفا بوشي ويلا بريكن شكا جرينجا ابي بيزانن زاينا كيشي شونا يستعشينا هر داني كيو هر يكي كيو معناو واتاكي جرينجا ويا طلبة تيه بكا من هميشو توما نقوكو خوي دقاو دق لبري بكا شكا لبرت كل لبيرت تشتو بلا ما بيت شوانا واتيه قشتي لبيرت ناتشتو احرف عطفي نوعاني
كيش هموشتك حروف عطف لزماني عربية دو جورة، يعني تا بس بيت اسهل دو مش بشي ألف يفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه، بشي يكمي جزارز لشي أكا لها بشي كردن لنيوان معطوف ومعطوف عليه لشي شي هاو بشن الحكم والإعراب معا لروي حكمه لروي إعرابه لروي إعرابه تركيبه وكويكن يكام أما جوري يكام يعني أبين أقدار بن لقي ألف أما وكو شون لكتي بقيشة بمشي ويهات وفرعي ألف ها أحرف عطفي نوعاني أما فرعي ألف دواتر فرعي باء أبين أما فرعي باء يعني حرف عطف شج دانيان هاو بشا لحكم إعرابا بيكوا سيدانا كي تريشيان لشتي ترا بابلين هاو بشن دواتر ايان بي يا كام اولا الواو سافر نوزاد وعادل نوزاد وعادل بيكوا سفر يانك اما ليرا بوان منا واو بيكوا يعني ام حرف عطفا وكل اكتيابة كيش هادي سانا وإخينو السريو اما جي بيكاين او واوي كراتنا وبازنوا سيدي كان بيكوا نوزاد عادل بيكا والسفريان كرت اما بيكا ويا هيج فاصيلة نكوتة نيوان يعني هيج كات نالي نوزاد سفري كردو باشان عادل نخير اولا حرفة كانت لا اي بين اما خالية كم كوابو واو شيا واو ان لا لا انكا حكمكا شيا ايلين هيج كاتيك ناكوتة نيوان هاو بش يعني هاو بشن بيكوا هيش كاتيك ناكو تنيوان سفري نوزاد لقل عادلة اما زور جرنجو اما جمال في كده. ثانيا الفاء تفيد المشاركة والترتيب والتعقيب والسبب شوار يعني هيا يعني شوار اشي سلكيك مشاركة هاو بشي كردن وقلت شوار نوزاد وعادل بيكوا سفري انكرت باش دوام ترتيب ريز بندي كردن و ريك خستن استعجين السري سيم تعقيب بدوي يقداهاتن تعقيب بدوي يقداهاتن شو عالم السبب هو باش نمونك و جدولك انك اخينا الرو بابلين رستك علي شي دخل نوزاد فعادل نوزاد هات الجورة و وعادل باش انا عاد باش او يا نبي انا بيشا يا اخوات دوكسن دينا جوروا دينا بولوا دينا جوروا باش نوزاد عادل دوكسن دوناو مرزني هر اما بي دوناو دوكس باش يا كم بيكا وهاد كان هاتونا بله بيكا وهاتونو هاتونا تجورو اما خالي كم مشاركه تواو اما مشاركة يعني بيكا واحد نجورة دوم ترتيب ترتيب يعني چي يا كم جار نوزاد هات دواتر عادل هات يا كم جار كي هات نوزاد باشان عادل اما بيوت ترتيب بعضو ايطالي بينا دين يعني يا كم جار عادل نهات ام جار نوزاد بي نخير يا كم جار نوزاد هات كنوزاد هات يا كم جار نوزاد انوسين يتر بو يا كم جار عادل بنوسين دواتر نخير خويوانا بو نا ترتيب بوشي ويتا كوابو كي كم جارة الجورو أو دا أو داني أو بي أو تي ترتيب تعقيب بدوا يكدا نو زاد هذا الجورو و كم يجي بيتشو عادل هات كابو بدوا يكدا هاتن بي كوا نهاتن يعني بي كوا كتشونا بدوا يك كتشونا فاصلة زمنية كوتة بين يانو هر دكان بي كوا تنت الجورو بلا مي كم جارة نو زاد هاتو أو مشاركة ترتيب يا كم جارة نو زاد هاتو بلا تعقيب شيا بدوا يكدا هاتن بيني نكوت فاصلة نكوت بينيان كات نكوت بينيان بينج دقا ددقا ساعاتي نا هار بيه كوان سبب اما لقل هو كار اما هو كار طبعا استاعتشين السري عليا تشي الاثنان دخلا سيكا هار ديقانات نجول لكن انو عادل تأخر بعده بلا مهلة بينهما عائسة وثمان عادل يكسر هات الجروع مهلة نكوت بينيان ها مهلا اگر بكويتن يوانيان او خالي ترابين او السيما اجتهدت
فنجحت أم لا؟ لا أم سبب الجملية كما نية أجا داربن أم جم أم أم بابلين جملية كم سبب إلى قال نية شكو السبب بو أم جملتك يا سائر خيانمو اجتهدت فنجحت هولم دا ناجح بوم كوششم كرد خيندم دعات ناجح بوم الاجتهاد عليك كوشش كردن سبب النجاح هو كاربو ناجح بونو سركوتن باشا بويا اما استا بي او تري هو كوتم لخالية كما تنها مشاركة ترتيب تعقيب بلام سبب بو كيايا سبب بو ام جملة تانية اجتهدت فنجحت اما خالي دوم خالي سيم ثم تفيد الترتيب مع التراخي ترتيب أجيانية ترتيب أجيانية بلام تشي بلام تراخي واتا كم يكات أكويتا نيوانيا شون استعرون يكيان فالجملة سافر نوزاد ثم عادل لرستي سافر نوزاد ثم عادل نوزاد سفري كردو باشان عادل تدل على أن عادل سافر بعد نوزاد بمهلة متراخية ما ويكي كاتي كوتنيوان سفر كردني نوزاد عادل نوزاد سفري كردو تشو بدوايا كيتشو عادل اي بيكا وتشون ثم يعني بيكا ونخير ثم جاوازة ثم تشيا كاتي كاكيوتنيوان سفري نوزاد عادل واتا كات كوتنيواني هردوكيا اقدار بن كات نك بيكا و اما يستان مشاركاني لا امتحانا لا خيرندنقا كان ما مصيحي نيتو عليه ثم معناه تشيا ثم بو مشاركة ياخد بو تراخية ياخد بو غاية بو نمونة ياخد بو تشيا ياخد بو كل ما ورد الصحيح يا غير صحيح يا مالين شي التراخي باشا التراخي على بجيرين راس الترتيب شا بلام يا ما بس ما تراخي كيا اما جملة اما خالصية حرف شعرام تفيد الغاية ما بستي لي آمانج غاية هدف ومن شروط العطف بها أن يكون المعطوف اسما ظاهرا لا ضميرا أما شون جاية كينو أما أبي معطوفك اسمك ظاهر به معطوفك شي به اسمك ظاهر به نقى ضمير اسمي ظاهر وكو شي وكو شون استعنى وزاد ما انبرت ها ياخد هر لك تيبك يا آبم شوي سأتشين السر كتابك شون يملي لا اسم ظاهرا لا ضميرا لكتابك شا طبعا بوشي وي اما جي بيا كردوا يمن نابيت وكوتم اسم الظاهر واتا ناوي كي ديار نق ضمير ضمير شين ضمائر زماني على بيات شين بو نمونا ضمائر دو انزدانا ضميري منفصل ومتصل او انا بلام اما الضمائر منفصله متصله كان دو انزدانا لكاتي خويا حموما الرون كردت وجاو كوتم بوشي ويا اما او خالة ابي شون جاي كين وشوارم ابي اسم معطوف كا ها قدار بالنق معطوف عليه معطوف ك كالدواي حتى وبي ابي شي بي ابي اسمك اسمك الظاهر بي اللي اسمك ديار بي وكو اميكا لا تمارينك تمارينك هاتو احسن الناس الى هؤلاء الفقراء حتى البخلاء اسان بخلاء اسمك تشيا اسمك الظاهرة اسمك الظاهرة بلانشيا ضمير نية ضمير لقلا نية بويا استاذ ضمائر اسم اسان بو النجارة كوكت ما دوانسة دانا اسان ضمير منفصلة متصلة سيكا بمشي ويا واتا جناوي جناوي لكاوا بوشي ويا اما استا خالي حتى اتشين اسال خالي كيتير او أو تفيد التخير شي معنى في أجيانية سربش كردن ابقى هنا أو ارحل واتا اختيار أخاتا بردمتو ليلة بمين لو ياخد برو ليلة بمين لو ياخد برو جابويا يكيك لا هو كاركان أو يكا سربشك معنى التخير ياخد شك ياخد جمان أليتشي هم سبعة أو هم أربعة أو خمسة هم سبعة أو ثمانية بوشيوية
گومانە کە ئەڵێ ئەوان یا چوار بوون یاخود پێنج تاکید نییە. ئەو تەقسیم دابەش کردن الکەلیمە ئسمون ئەو حرفون ئەو فعلون ئەو حرفون دابش کردن. یعنی بۆ نمونە ئێستا ئەو ئەگەر لە ئەمتحانە وتی معناکەی یعنی ئامانج و واتاکەی چییە؟ التخير سرپش کردن شك واتا گمان تقسيم واتا دابش کردن بويا او سي خالة لأوا كو أبيتوا. ششم أم يشترك ما قبلها وما بعدها يعني شون في الحكم واليعرها واتا شون ويسبقها همزة الاستفهام أو همزة التسوية همو يستباسكي بيش خوي أبي همزيكي استفهام ياخذ همزه تسويه به. شلون يعني اما استشرح بكين بمشي ويا أأنت ناجح ام صديقك ايته ناجح بويد درشو ياخذ هاوريكت استا بمشي ويا لا شوي اعراب الناجح واوا صديق واوا ام كافا حسابي ام الضميره الراس استا لو اني طلبي بلي ما صما بو منصوبة يا ما علينا أما الضمير يا ما هتاكو إيرا صديقك صديق لقال الناجح إما استا عليه يشترك ما قبلها بما بعدها وما بعدها ها سيك ما قبلها شيء ناجح أي ما بعدها شيء ما بعدها صديقه في الحكم والإعراب الحكم والإعراب ويسبقها همزة الاستفهام أما همزة الاستفهام أأنت ناجح أم صديقك تو ناجح بويد ياخد هاوريكت أما بيوتري همزة الاستفهام أو همزة التسوية همزة التسوية أما سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم من سورة ما قرأت قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أما بيوتري همزة التسوية جوري دوم لقباء نوع يعطي معطوف حركة معطوف عليه دون المشاركة في الحكم أما إتر أمسي خالي كوتاي بيوانديان واتا بونمونا أو دو كسيك السفر كان أخوانا دلأتشن بونمونا هر بابتك لو بابتانا بيكوا نايان بستيتا واتا معطوف ومعطوف عليه كجوازن وكو مشاركة وترتيب أوانني ليه كما عليه بل للإضراب عما تقدمها والاهتمام بما بعدها باش يعني شي استا هرهم يباسكين شرط العطف بها أن يكون المعطوف مفردة لا جملتان للإضراب عما تقدمها والاهتمام بما بعدها أوي بيش خويتي قمانيك هيا گومان یەکەی ئەڤڵابێک هەیە گومان یەکەیە ئەی ڕەوێنێتەوە ئەم بەلە چی لێکە ئەو گومانە ناهێڵێ ئیهتیمام و بیما بەعداها و هەروەها گرنگی بە دوای خۆی ئەدرێ کە عادلە یاخود کە مەعتوفەکەیە بەڵام مەرجێکمان هەیە لێرە مەرجەکە چییە شەرتە لە عەتف ئەن یەکونە المەعتوف موفرەدەتەن لا جملەتەن شرطي عطف بوني خوي اوي عطا بو مرجع عادل اوي عطف كاشي كم معطوفك مفرد به يعني اما عادل كوابو شرطي عطفك تشي مرجع عطف بونك وعطا بو مرجع يستيما بعادل بلين معطوف مرجكي اوي كابيت معطوف تشي به مفرد به وكو عادل نك جملة نك جملة ما سافر نوزاد بل عادل نوزاد سفر وقشتي نكرت بلكو كيه بلكو عادل أما خالي يكم خالي دوم استدراك واتا أما إستا أخو ما نرين بلام باشا مرجكي تشي ليلة شرط عطف بها سي خالي دانا أن تستبق بالنفي أو نهي سيكا يا نفي بيت ياخد نهي يا نفي استاوكو ما الاقتران بالواو ألا تقترين بالواو
ألا تقترن بواو واتا نابي واو هاتبيت نابي بلي ما سافر نوزاد وما سافر عادل ولكن نوزاد أو غلطة أو نابي تعاطف أوكات أما أم خالة خالص يام ألا يكون معطوف جملة نابي أم معطوفة شي بي نابي جملة بي نابي جملة بي استا وكوتم نابي بهي جوري واو هات بي أما خالة خالة تر أبي شي بي أبي نفي هات بي ها سيكا نفي هاتوا ياخد نهي خالك تريش أبي نوزادك ياخد معطوفك شي بي جملة نبي باش خالي سيم وكوتا خال لا معنى هي لا تفيد النفي والعطف نفي بمشي ويا هم نفي هم عطفة سافر نوزاد لا عادل نوزاد سفري كرنك عادل نوزاد سفري كرنك عادل استا او لا اما تشيا شي مان بي ابخشي نفيو عطفيش مان بي ابخشي اگر هاتو معطوف ومعطوف عليه اسم بون بمشي ويا جاء خالد ومحمد او همان علامي اكو خويتي همان علامة همان حركة ورقدية دوام إذا كان معطوف ومعطوف عليه هما فعلان ستكون حركتهما مختلفين وفي بعض الأحيان متطابقان بلا ما قال حرف هن يجار وكويك ابقى هنا أو ارحل اقرأ أو اصمت بوشي وي هن يجار أقر حرف هن يجار حركاتك كان وكويك بلا من هن يجار جاوازة هن يجار وكويك هن يجاريش جاوازة طبعا او هي العربية او شتانا هي ك بونمونا هني جار شتكان وكوتمان يا بكي يا سانية عطا يا سايكي جيجير وقشجير ينية تاقو ياما بوشي ويا شتكان رون كينوا طبعا اتشينا السر بابتي دوم بابتي كي بابلين حلي تمارين انجز الاشتة انجزو الانشطة الاتية ام جملاني لا اخوار او اما تواوكين لكتابك علي بشيويك الشفهية ما كردو معنى تشي اما كردو معنى تابم شيويا كردو معنى بابلين بشيويك الشفهين ما كردو بم شيويا اما كردو معنى ببي خشتا دامان ناوا بم شيويا علي جاوازي يعني بابلين معطوف ومعطوف عليه لمعني لا اخوار او در اخم ياخد دزنشان اكم لقل شي لقل حروف عطفة حروف عطفة يكام قال تعالى أما جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم سوري رعدة أما خالي يكام دعت الأمويل لإنك يا أخي نرو لخشتك يا داما ناوى دوام قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سورة بقرة آيات الششة وهروها خالك تريش معنية خالص أيام دي سانة وآياتك قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعة وهذا من عدوة فاستغثنا الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكره موسى فقضى عليه سورة قصص آياتي بانزا أبيني أمل إلى معطوف معنها معطوف عليه معنها حرف عطف ليكما أزواجهم طبعا وذريتهم رونا أزواجهم لقل ذريتهم أمانة شين أمانة معطوفا شي كوتة يوانيان واو كوتة نيوان كيه معطوف معطوف عليه أي باشا معطوف عليه شيء آبائهم وأزواجهم واتا أقل بقرينا السيدي كين ها سيكا علي آبائهم وأزواجهم أما استا أواوا كوتة نيوان أما معطوفة أما بيشي معطوف عليه دي سانوا واو
استا ام ازواجهم دوباره بوتا معطوف عليه لقلب بوتا معطوف واتا دو اشي ازواجهم جارك معطوف معطوفه جارك تريش بوشي ويا سيكا معطوف عليه وكل كما بوشي ويا هاتوا جدوام ما بعدها معطوف على ما قبلها يعني شي بمشي ويا بمشي ويا دوام ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أما همزيك تسوية هات وبوشي ويا أم كوتت نيوان كوية أم أأنذرتهم أم أما لم تنذرهم لا يؤمنون أما بواتا مو بيك وبواتا تشي بواتا معطوف أو بيشوي معطوف عليه سيام وهذا عدو معطوفة هذا من شيعته تشيا معطوفة بو طبعا هذا عدو معطوفة هذا من شيعتي موتى معطوف عليه فاستخفنا معطوفة جملة كي دواي خوي أما الجملة يعني اللي لام معطوفة كا جملة معطوف عليه قبوة الجملة فوجد فيها رجلين يقتتلان بحش أما معطوف عليه بوج طبعا جملة مرجنية معطوفة مو جارية يك 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 وشب يك كلمة بيك وشبيه باشا فرعي باء دي نوسا كتابك شو كأمل كتابك يا نبو بوشي ويا فرعي باء هاتو ليرا فرعي باء املأ الفراغ بحرف عطف مناسب ام بوشاني لا يخوار و بحرفك عطفك جنجاو براكمو اثنان لا يشمعاني دو كاستيان نعمل طالب العلم وطالب المال قتابي علم خندكاري او خندكاري لبيناوي زانستا هولدن لقال اواني كاد هوايات يعني مالا مالو باريا بوشي وي على ام دو كاسه تيرنا واو اخينا نيواني شو كان هرجو كان بيكا وانا باش سمعت صوتا يناديني جملة دنج يكبو باني اكردم فلبيت النداء بويا تشوم بدم داوا كردنا كوا چون بدم بانگا كوا فا قيوم لدنا كبو باشان چون نايبلي سمعت صوتا وينا نابي اما غلايا اما غلايا وغلطة باش احسن الناس الى هؤلاء الفقراء باش تربو او كساني كوا بولنا هجارن حتى البخلاء منهم مثلا هذا وانا شي كزور رزيل اعمل ثم استريح ايش بك تيا بكوشا ثم استريح باشان بشو بدا باشان اكريتو ايش بكيتو دا بنشي يعني لو ايش جاي بلي ولا من باندوم يعني بلي ما ويكي زور دا انا شنو دات النابي او تشكف ان ثم كدادنا وتفاصيلك الزمنيه كيوتني وان ايشكو كاري كم بو كاري دو مستا ايشو بشودان چي كو دتني وانيان كات كاتكش چي بو اغنجي ثم اولادي او اولادتك طبعا هذه ام جارك جارتك او والدتك ام علي آية او كسا علي دايكي تويا ياخد جارتك ياخد نخير دراسيتا ام اما بو سر بشكردنا لجملة كانت بشتريشة اما جمعن بيكر ما نجح صديقي لكن ياخد بل اخو او رقم ناجح نبو بلكو ياخد بلام بلام ياخد بلكو براكي وتهردكي بو يده الله شي انت لا انا من يملك المال تو نوكو من خاون باري علي تو نك من نك لا يعني نك نفيك عش عزيزا او مت وانت كريم ب ماكو شلون بس البسني بيجي بعشي بيجي نوكو مت وانت كريم بمريتو دواتر تو بلين تو باشي يعني بكرديكي او هاتوا وتدو اختياره بباشي بجي ياخد بمرة
باسی ژیان و مردنەکەمە هەردووکی دوو اختیارە دوو بژاردەمان لەبەردەستایە ئەو دائیمما دوو بژاردە بوو چی بەکارهێنین ئەو فرعی جیم ئەکمل ئیعراب و ما تەحتەو خەت ئەوەی کە خەتی لە ژێرایە چی لێ ئەکەین ئیعرابی ئەکەین سافر موزاد وعادل واو حرف عطف لامتحانا واو ثم بهرشي به حرف عطف عادل خوي علي معطوف على نوزاد مرفوع طبعا مرفوع بو توليجي وعلامة رفعه نسرا ورفعه الضم الظاهر على آخره وعلامة رفعه باشترة فرع دال حدد حرف عطف في الجمل الآتية قالت أنها حرف عطف كان دياري بك بتنها نالي إعرابي بك لتنها دياري بك بلغ عددهم 40 أو 50 جماري أوان قيشتا تشليان بنجا ديارة أو أقروتي أو يعني رونا بقمانة شك الفعل المضارع المعرب مرفوع أو منصوب أو مجزوم أما راسة أو راسيكا فعل المضارع الزمني العربية يا معربة يا منصوبة يا مجزومة يعني تقسيمة أما لا بشكالية خالي سيهم بسيفك أو بندقيتك ثم اشتري كتابا شمشيرك ياخد شككات بفروشها باشان كتير يا بكرة ثم ها بع بندقيتك أو شي أو طبعا بندقيتك سيفك أو سيفك أو بندقيتك وتعالى شمشيرك ياخد شككات أما لنا فاصلة أم ثم اشتري كتابا أما أم إما ما بسمع لو أو كيا شون كالليرة أما حرف عطف أما فاصلة جدا نعوت كابو تخير ما زارني يوسف بل ابنه يوسف نهاد بل عم بلكو كركي أما بو إضرابة قمان نوي روانوي أو قمانية كهي أما قبلها واهتمام بما بعدها حرب بنسي للإضرابش كيشان عبيت شكا عما قبلها واهتمام بما بعدها توزيع او اشتقى بلام زيات الرون كرنا وعدا زيات الرون كرنا وعدا بوي بيشي بو ويدوي باش تعرضت لأشعة الشمس الحادة فمرضت على تشكي خوري زور وكو قرما إلى إخوان ليدام بويا نخوش كوت النتيجة يا أما نتيجة نخوش بمناك ديارة بو نتيجة أو يك خورك اللي دعوة أجينا أجر خورك أنا بوايا أم بمشي ويا نخوش نأكل نشاط كتابي معن هي راس أو خو أما أبين شو كناي كنا معني كتير شو كبا باشتر ويا ببريت أما أضع دائرة حول حرف عطفي بس نيك أكيشن بدور حرف عطفة تنها حرف عطف هيج دعوة كاريتري لماني هيتش بيت جوري قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا سورة إسراء آتي صودة باش استعلي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن سابش كدك خوا بانك ياخذ الرحمن ها ايا ما تدعو فله اسماء الحسنى هر كامي كان بانك بكي خو او هر اسماء الحسنى يعني هاي خواي قوري رحمن بانك رحيم بانك يبون منا هل كي لو انا بانك بكي كاونا واني خواي پروردگارن بانك بك خور الله يا هر خواي قوري بو خواي قوري قريتو اما انا هر ناي خواي قورن تل بيوز ناكاتو هل كان يبانك يباينك باشا أما ولا تخاف لا ها ولا أما لري واو كيدي سانوا وبتغي واو بين ذلك سبيلا قال تعالى سواء عليها علينا سواء علينا أجرنا أم صبرنا ما لنا من محيص سورة إبراهيم آية بستيوك أم
أم لنا دانارا. قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سواء من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. ثم لقل واو وأصلح سوريا عام آتي تنجاو شوار. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. دفاء معنى أردك حرف عطفة آتي الشجب حوتي سورتي ضحايا. بلغت المستشفى فأدركت أن الجريح صديقي، صديق أخي، لا أخي. كاتي قشت ما أو نخش خانة أو جا الزاني كبرين دارك هوري براك من نوك براك. فلقل لام، لا عفوا نقلام، فلقل لا نفي كردوه. بعض المناسبات لا ينفع الكلام فيها بل الصمت. لله هني شنو هني أو مناسبات أو بونانا قسكر السودينية أيضا بلكو بيدن بون. اذكروا دلالة تمرين دوم، اذكروا دلالة حرف عطف في كل جمل الآتية. داوا كاري أوي عليها تنها جزارش واتاي حرف عطف كان معن أبيه لم رستاني لا يخواره. وصل نوزاد فعادل فأحمد. فاء معنى ديارة نوزاد هات فعادل فأحمد أو دفاعية كوابو ترتيب مشاركة. ينظم شاعر القصيدة، ينظم شاعر القصيدة ثم ينشرها ترتيب مع التراخي. ثم أحسنت إليك فأحسن الله إلي. باش بوم بران برتو خوي جورا بران بر منيش بعشبك. النتيجة درنجام نتيجة نتيجة فأحسن باش. ما أساءت إلي بل إلى نفسك باشا. بل إضرابة جمانوي روانوي أو جمانية كهيا يعني أي روانية أو جمانك باش. يكون الخبر المبتدئ مفردا أو جملة أو شبه جملة أما الزورون أو بو تنقسيم مكانات. هذا الكتاب لك أو لصديقك. أما شك شكو جمانة جماني مكاننا. طبعا ضحك الجميع حتى المشاهدون، ضحك الجميع حتى المتشائمون. أما غاية حتى. تمرين سيم، ادخل في جملة من تركيبي جملة بنوسة بو أمانة هل يكي لمانة طبعا. ف ثم أو بو تخير بي باشان أم باشان بل أتوانن ديان النموني تر مع الهيئة نمونة مع زور زورة مرجنية هر أمانة لها مو تمارينة كامن أمالي موا مرجنية أمانة بنوسي أتواني شتيفك بنوسي بلام بأما أمانة شركين الفاء تحل بالفضائل فتكسب احترام الناس لك. باش بابوي ريزو او انا خالكي ريزي برامبر هبي ياخذ ريزيان بو خود راكش. ثم تلبد الجو بالغيوم ثم انهمر المطر بالغزارة. اسمان هول اسمان دا بوشي بام دواتر باراني بخور دا باري او دلالة على التأخير او بو تشي بكالات ومليرا او اوتمان زور التقسيم معني او المعني اما بو تخيرة بو سر بشكردنا. تناول كل يوم تفاحة او برتقالة. همو رجك سيبك ياخد بتخالك بخو. ام انت شاعر ام اخوك. تو شاعري ياخد ها وريك ياخد براكت. تو شاعري ياخد براكت. بل ما زارني احمد بل اخوه أحمد نهاد بو سرداني كردن بلكو هاوريكي. نشاطي كتابي لقل حلي تمارينا كوتاي بيهات تاواني داهاتو لوحديكي نيا كوحدي دوما بيتان أقاموا. طبعا الوحدي دوميج
سەرەتای وەکو سەرەتای هەموو وەحدەیەك بە نەسی مەسموع دەست پێکا. ئەم وەحدە تایبەتە ناونیشانی بابەتەکەی نصوص علمية، نصوص علمية طبعا وكوتمان وكو سرطاي همو وحدك بفهم نصي مسموع دس بيكا تاواني دهاتو هوا دارم همو لايكتان هرشاد من خواتان لقل.